طب ايش يعني كأنهم خشب مسندة؟ قبل هيك احنا قبل شوي قلنا لوح. احنا وانت منقول زي ما قال بعضهم، وانت منقول فلان لوح؟ لما لا باخذ ولا بعطي، لا باخذ ولا بعطي، هذا لوح. فالناس بيشبهوا ولا بيشبهوش؟ الناس بيشبهوا حسي، حسيا بيشبهوا في اشياء مشان تفهم المعنى. انت بنستخدمها، فلان لوح، لوح لا باخذ ولا بعطي. معناته هون هذول الواح. لاحظوا من ناحية ايش؟ من الكلام عن الدين الان والكلام عن الفقه، يعني تيجي تناقشوا في الادلة مثلا، او توعظوا موعظة، او تلفت انتباهه لعظمة الخالق في هذه الصنعة ولا في هذه الصنعة، شو بتلاقيه؟ لوح. هو شكله تمام، خذ منه حكي، بس ما بتلاحظوا في منهم فعلا لما بدك تيجي تتكلم معاه في الاشياء الجادة والدين والادلة، ولا تلفت انتباهه لعظمة الخالق، ولا كأنه يعني هون ولا كأنه هون، هذا لا بثير ولا اشي ولا اشي. بدك يا يتفاعل يعني، ممكن وريه سيارة هيك فخمة ممكن يتفاعل، وريه قصر بتفاعل، اما جاي تحكي له في الدين والالتزام وشو، قال هالوردة الجميلة يا سبحان، شو وردة، ما احنا شايفين وردة كثير، يخرب بيته شو لوح. كأنهم خشب يعني. ومش معقول عم بتكلم عنهم هون الا في القضية الدينية، لما بتعرض عليهم الادلة، لما بيقولهم تعالوا نتفاهم، شو تفهم انت؟ تعال نبيع ونشتري بفهم، تعال في مصالح بفهم، تقول لي تعال بدك تدعين للدين، وقاعد بتلفت انتباه، وقاعد يعني بتوعظ. قديش في مرات لما بتشوفوا على فكرة في بعض المجالس بيكون في ميت وبوقف شيخ وبصير يوعظ، اطلعوا في وجوه الناس، في منهم بتلاقيه متأثر هيك، وفي منهم ولا عنده ولا عند باله اصلا في حدا بيحكي، ما فيش، واصلا ليش يحكي يعني هو؟ فهمنا؟ كأنهم لانه الخشب على فكرة لما تركن في مكان هكذا، حتى تركن، حتى ما عندهاش، مش هي بتستند، لانه هي بتستند معناته عندها ايش؟ ردة فعل واخذ عطا. اذا هي بتستند عندها ردة، يعني تقوم بذاتها، يعني تقوم بذاتها. لكن هذول في مواجهة كما قلنا الأدلة والمواعظ ولفت الانتباه وعظمة الخالق والتفاصيل هاي كلها، أو الدين، وهي الدين بتكلم، هاي الدين، هاي الدليل هذا، هاي الدليل هذا، هاي سيرة الرسول، هاي انسى. هذول تماما زي الخشب اللي ايش؟ المركوزة، ما فيش حركة أصلا، حتى من داخلها بتتفاعلش، لانها هي مش مستندة، مسندة مرتخية ومعتمدة. احكي يا شو، احكي ايش تحكي؟ الواح هذول. فهمنا؟